صراحة مساكم الله بخير. حاولت اتواصل مع مهند الصباح قبل شوي بالفندق عشان يحذف السنابات الغبية اللي تهجم فيها على منطقة القصيم وبالاخص على منطقة الشماسية بكلام لا يليق وغبي ولا يطلع من واحد متعلم وفاهم ومدرك. للأسف اللي ناقله ناس من عيالنا واللي قاعدين معه ناس من أهلنا قاعدين يعيدونه ويهزون بروسهم، لكن يبدو انه ما له رغبة بحذف السنابات هذه، ولكن غلطان اللي خسر شريحة كبيرة من القصمان يتابعونك. وانا حقيقة ما يست، ولكن سلمت الموضوع واحد اكبر منه لعله وعسى ينفع بحذف السنابات. شماسية يا ماجد خرجت علماء ومشايخ ووزراء وكرة وزراء الآن يشار لهم بالبنان، ناس أنظف من النظر وأطهر من الطهارة، أهل كرم وأهل جود. صدقا غلط غلط غلط، اعتذر.